ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة درس جديد، هنرسم مع بعض حيوان تاني من حيوانات المزرعة زي ما طلبتوا، وهنرسم النهاردة الديك. هنمشي مع بعض خطوة خطوة وبالراحة زي ما تعودنا. امشوا معايا بالترتيب. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا لايك للفيديو، وهستنى تعليقاتكم بعد ما يخلص الفيديو. زي ما تعودنا في كل الدروس اللي فاتت هنرسم بخط خفيف بالقلم الرصاص. هنعمل عبارة عن أشكال هندسية، دايرة كبيرة ودايرة صغيرة، هنوصل ما بينهم كده، يبقى كده الجسم والرقبة. وبخط خفيف خالص عشان كل ده خطوط هنمسحها بعد كده. وهنعمل الديل بتاعه. هنبدأ بقى ننزل لتحت كده، نعمل مكان الرجلين. اتفقنا كتير ان ليه بنعمل بخط خفيف، عشان ما يضايقناش بعد كده لو احنا غلطنا وعايزين نمسح يتمسح بسهولة. وغير كده ان هو بيبان في التلوين، لو احنا مسحناه بيبان خط ابيض واحنا بنلون. هنبدأ بقى نعمل عرف الديك من فوق، الحتة اللي هي بيبقى لونها احمر ديت وعينيه ومنقاره. نبدأ نحط كل الشكل بتاعنا. اول ما نستقر ونحس ان الشكل بتاعنا خلاص كده زي ما احنا عايزينه، خلاص كده يبقى هو ده الشكل النهائي بتاعنا. نبدأ ناخد الخطوة اللي بعدها. طبعا الديك ليه كذا شكل وكذا لون، احنا هنا اخترت لكم الشكل دوت. ان شاء الله لو حابين اكتبوا لي في تعليقات نعمل اشكال تانية في التعليقات تحت الفيديو على القناة. وهبدأ ان انا بقى ايه ارسم الديك بشكل كويس وبخطوط واضحة شوية، غير بس الخطوط اللي انا عملتها في الاول. انا ببين مكانه فين بالظبط وحجمه، لكن بعد كده ابدأ ارسم كل التفاصيل بتاعته. حطينا كل الشكل اهو بشكل سريع كده. نبدأ بقى نحبره او نمشي عليه بالقلم الحبر الخطوط الاساسية بتاعتي، مش كل الحاجات اللي انا عاملاها، اللي انا استقر عليها بس، زي ما بنعمل في كل الدروس قبل كده. كذا حد قال لي ان اوقات الرصاص مش بقى باين قوي في الفيديو عشان بعمل بخط خفيف، فانا المرة دي مش هسرع لكم القلم الحبر، بحيث لو الرصاص كان مش باين بالنسبة لكم تقدروا تمشوا ورايا خطوة خطوة بالمعمولين بالقلم الحبر.
بعد ما بنمشي على كل بقى الخطوط الأساسية بتاعتنا، هنبدأ بقى نمسح كل الرصاص اللي احنا مش عايزينه، اللي زي ما اتفقنا معمول بخط خفيف عشان ما يسيبش أثر في الورقة. نبدأ بقى في مرحلة جديدة، مرحلة التلوين، وخدنا قبل كده في درس مخصوص للتلوين اللي ما شافوش يقدر يشوفه، اسمه ازاي نلون صح، وبنأكد على الموضوع في كل فيديو من الفيديوهات ان احنا لازم نلون بنفس الاتجاه وما نسيبش اي فراغات وما نخرجش بره الرسمة. وبرضو اتفقنا ان احنا بنلون بالراحة، واكيد اتعودتوا ان انا اللي بجري الفيديو بس بسرعه، لكن انتوا لونوا بالراحة وعلى مهلكم عشان يطلع الرسم معاكم مظبوط وشكله جميل ونضيف. هسيبكم بقى مع الفيديو التلوين. احنا هنا بلون باللون وببدأ اغمق في اماكن وافتح في اماكن زي ما خدنا قبل كده وتعودنا في كل الفيديوهات اللي فاتت. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون سهل بالنسبه لكم ويكون تقدروا تنفذوه ويعجبكم. ما تنسوش اللي مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل، واعملوا لايك للفيديو وشير لو عجبكم لاصحابكم اللي بيحبوا الرسم، وسيبوا لي كومنت في سيبوا لي كومنت رايكم في الفيديو دوت، وايه الفيديوهات او الرسومات اللي تحبوا ان احنا نعملها بعد كده عشان نبدا نعملها بالترتيب. مستنيني فيديوهات تانية كتير على خير بإذن الله.